ولكن قبل ما نشوف ان كانكم فيه ايه، طبعا دي قراءة عامة، اي شيء بيظهر لنا فيه عاطفة، مال، صحة، اي شيء يخص بحياتكم بمشيئة الرحمن بنقوله. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف مواليد برج الجدي. اللي ما اشتركش في القناة يفضل يشترك ويعمل علامة الكل، اضغط على علامة الكل عشان يصلك اي شعار. لايك يا حبايب قلبي، فضل من حضراتكم طبعا للدعم ليا، وحاجة بسيطة ما تبخلوش علينا يا مواليد برج الجدي، وتعليقات بقى استغفر الله كتير، هتكسبوا ثواب واحنا نكسب ثواب، ربنا يجازيكم ويجازينا خير يا رب. صلوا على رسول الله يا مواليد برج الجدي. طيب اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الجدي انت مريت بظروف صعبه كتير جدا جدا جدا، ولكن برغم ظروفك اللي انت بتمر بيها اللي انت جاذب انظار الناس حوالين منك، يعني شايفينك وبيترقبوك وعينهم عليك ان انت حركي، ان انت نشيط، يعني برايي يعني شايفاك كده يا برج الجدي، مهتم بالناس المحيطين بيك، من الاسره بالاصدقاء، يعني شايفاك كده يا برج الجدي لافت انظار الناس وعينيهم عليك وعينيهم صايباك، عشان كده عندك حسد قوي جدا جدا جدا، بيقول لك برغم ظروفها وبرغم ظروفه انت بقى او هو بيبطلش، ما بيقعدش، ما بييأس بمعنى صح. الجدي انا شايفه بعض اللي يعني اللي المناقشات او الحده بينك وبين الاسره الكبيره بتاعتك، في هم زي ما بنقول بنصحوك وانت ما بتاخدش بالنصيحه، في تعارضات، في شويه خصام وزعل بعدم سمعان الكلام، انت ما بتسمعش كلامهم او هم ما بيسمعوش كلامك. احنا بنقول برج الجدي صاحب صاحبه، برج الجدي جدع وشهم، بسم الله ما شاء الله عليك، عشان كده بتكسب ثقه الناس يا برج الجدي. اي شيء بيحصل للناس من مشاكل يقول لك تعالى يا جدي، تعالى يا جدي في كذا، تعالي كذا، وانت بسم الله ما شاء الله، يعني يا برج الجدي انت ثابت وجودك وسايب بصمه في كل قعده، ولكن انت بوجودك بتزعج ناس كتير، في ناس كتير متضايقين اصلا من 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 الشهامه وال يعني والنخوه اللي عندك، مش موجوده عند حد. بنقول صاحب صاحبه بينقذ قرايبه من الشده، بينقذ اصدقائه من الشده، معروف ان بطيبته وبحنيته، وده يعني إيه للاسف يا جدي اللي انت بتعمل ده كله ما بيتمرش في الناس اللي انت ساعدتهم، لان انت يعني تعبت جدا جدا، ابذلت كل طاقتك على الغريب والقريب، ولكن مررت بظروف صعبه والغريب والقريب تجاهلوك تماما. لكن بسم الله ما شاء الله يا جدي، احنا بقول لك ما تعملش الخير وتندم عليه، لان شايفاك ندمان على شيء انت كنت عملته في الماضي وبتتندم عليه حاليا، ضيعت مالي وحالي وصحتي وكل ما املك، وفي الاخر انت بعد ما كنت كل شيء بقيت ولا شيء. لكن لا طيب يعني ما تفقدوش امالكم بالله سبحانه وتعالى، ما تفقدوش امالكم بالله سبحانه وتعالى، ان انفراجه كبيره جدا جدا عندك، لكن انت عندك واحده شريره ساحره، عندك ساحره شريره يا برج الجدي، سنها كبير في السن، بتعدي الاربعينات دي، يعني عدلك بالمرصاد، ولكن تفائل وبالخير هتجده بمشيئه الرحمن. عندك طاقه قويه جدا بدعم من الله سبحانه وتعالى، عندك تحسن في كل شيء. بيكيدون ويمكرون والله خير الماكرين، ربنا ينصرك عليهم. اهتم بنفسك وبلاش يعني تعاطف زياده عن اللزوم مع الناس اللي ما تستاهلش، لان شايفاك يا برج الجدي ان انت يعني بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا ينصرك على ناس كتير جدا جدا، برغم الناس المحيطه الست الشريره، الا في برضه شويه تعارض كده عندك يا برج الجدي. خليك حريص، خلي بالك من صحتك، اسمع الكلام، لان بعض الكلام انت ما سمعتوش وندمت عليه، اللي بترشدك من الناس المقربين لك اللي فعلا بيحبوك، مش الناس اللي بتحقد عليك. طيب برج الجدي ربنا ينصرك ويفرحك، وعندك كمان يا برج الجدي استرداد حق، عندك رجوع حق بمشيئة الرحمن. شايفالك كمان الصحة عندك فيها استشفاء، عندكم طاقة استشفاء عالية جدا لبرج الجدي، اللي بعد ممكن كان بيعاني أو تعبان مرض، ممكن يكون ألم في الأسنان، ألم في شيء عنده يعني البعض ألم في المعدة أو ما شابه ذلك، لكن مشيئة الرحمن شايفالك دعم واستشفاء، وعندك فرحة كبيرة، بسم الله الله أكبر عليكم يا برج الجدي. جالك عجلة حظ بالمال، هيجيلك مال على فترات،
وضعك المالي يتحسن يعني قدر لاكبر قدر امكان من يعني قبل من كده بكتير يا برج الجدي. كمان شايفه لك برج الجدي، شايفه لك هنا عملية تسويق، يعني انت بتسوق عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق النت، جاي شايفه لك شهرة في لمعان، هيبقى عندك اتصالات كتير جدا ما شاء الله عليك يا برج الجدي. يعني عندكم ازدهار، لمعان، تألق، بسم الله ما شاء الله، اتفائلوا بالخير دايما هتجدوه عشان تجذب الطاقة الإيجابية يا برج الجدي، لأن شايفة لكم الله أكبر عليكم، أموركم بدأت تتحسن سواء ماليا أو صحيا أو لا الصحية أو معاك أو شريك حياتك. الأمور كانت متلخبطة الفترة اللي فاتت يا برج الجدي، كان في مشاكل من صحية ومالية أنت أو الشريك. يعني شايفاكم مواليد برج الجدي سواء سيدات أو رجال برج الجدي كانوا بيعانوا تعبانين ممكن من مرض عضوي، وفي استشفاء وفي زياره لطبيب، ولكن بسم الله ما شاء الله شفى البعض بدا يستشفى. برج الجدي برغم تعبك والضغط المضغوط فيه، اللي انت يعني بتراعي حقوق الوالدين، حقوق الاقارب، يعني ممكن حماتك امك والدتك والدتها، يعني شايفاكم بتهتموا بيهم بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله واكبر وربنا بيجازيكم به خير، يعني برين بالوالدين ودي اهم شيء، يعني انت بتعملوا اعمال الخير ودي حاجه يعني ربنا بيجازيكم عليهم يا مواليد برج الجدي، برغم ظروفكم الصعبه برغم الضيقه اللي انتوا فيها، يعني انتوا حتى ما ربنا بيكرمكم او يفرج عليكم بشيء ما بتنسوش المقربين ليكم. يعني في ناس واقفه عليك يا برج الجدي او شايفه البعض في مشكله، طلبوا الدعم منك، وقفت ودعمت باللي قدرت عليه، ربنا يوفق لكم ولاد الحلال ويدعمكم بالخير يا برج الجدي. انت عندك انطلاقه وعندك انفراجه بسم الله ما شاء الله عليكم كبيره، سواء انت سيده او رجل بسم الله والله اكبر عليكم، عندكم مبالغ ماليه حلوه، عندكم رجوع يعني حق او مال كنتوا مثلا مسلفينه، كنتوا عندكم ورث عليه اختلاف قانوني لفتره طويله. شايفه بعض من مواليد برج الجدي هيكون لكم ان شاء الله نصيب في الورث ده، سواء الورث ده كان يخصك يا برج الجدي او يخص الاب والام او الزوج او الزوجه، المهم لكم نصيب من الكعكه الحلوه يا برج الجدي. شايفاك بتسوق شيء او بتشتري شيء من النت، الله اعلم، شايفاكم كده بتشتروا شيء عن طريق النت، شايفاكم استثمار عن طريق النت، ممكن بتجيب معلومات على النت، الله اعلم. شايفاك البعض منكم بيجدد شيء في بيته، بتجدد اساس، بتجدد اجهزه كهربائيه، الله اعلم. شايف البعض عنده تجديدات بسم الله ما شاء الله عندكم يا برج الجدي، عندكم انتقاله حلوه، ممكن عايز تنتقل من بيت لبيت او من عمل لعمل او من بلد لبلد. شايفه بسم الله ما شاء الله عندكم تجديدات حلوه بسم الله ما شاء الله عليكم. انا شايفه اهتمامكم الفتره القادمه هيبقى بنفسك وبيتك وعيلتك يا برج الجدي، او انت بتاسس بيت للجواز، لان شايفه بتجيب بعض الاجهزه، بعض الدهانات، بعض المفروشات، البعض منكم عروسه او عريس، ربنا يوفقكم ويفرحكم جميعا. شايفه لكم نجاح بسم الله ما شاء الله يا برج الجدي، لطلبه برج الجدي شايفه لكم نتائج حلوه. يعني برج الجدي انا شايفه ان انت قاعد مترقب شيء، يعني شايفه لك هنا قاعد مرتقب نتيجه شيء، يعني يا اما مرتقب نتيجه انت دخلت مثلا امتحان نكونوا طلبه، او انت في يعني في عمل، في مسابقه عمل مثلا، ورحت عملت مقابله وفي نتيجه اختبار منتظر النتيجه بتاعتها، او انت عملت تحاليل طبيه والله اعلم انت منتظر برضو النتيجه بتاعتها، وفي تلك اللي انا قلت عليهم النتيجه بسم الله ما شاء الله يعني مفرحة ليكم، سواء كانت نتيجة عمل، نتيجة حمل، نتيجة امتحان، نتيجة اي نتيجة انت مترقبها بمشيئة الرحمن صالحة ليك، او منتظر خبر قد يكون يجي لك عن طريق المحكمة برضه، هو يعتبر برضه زي بشارة خير، فهو خير ليك يا برج الجدي. كمان برج الجدي انا شايفة لكم في هنا ثلاثة مقربين عليك، حصل بينك وبين يعني ثلاثة مقربين عليك، حصل بينك وبين واحد منهم نقاش حاد، في نقاش حاد بسبب كلام جارح أو إساءة سمعة أو اتهموك بشيء والله أعلم ما هوش فيك أو لبسوك تهمة
هي برضو مش ليك ولوك كلام ما قلتهوش، لكن انا شايفاك منتصر من القعده دي، لان هيحصل فيه مواجهه بين بعض الاشخاص ويطلع معاك الحق بمشيئه الرحمن يا برج الجدي. كمان شايفه لكم برج الجدي هنا، انا شايفه لك ان انت يعني بتتخلص من الطاقات السلبيه، يعني طلعت ناس كانوا سلبيين، ناس بتفلتر كده، عمليه فلتره من ناس ما يصلحوش كانوا في حياتك، سواء سيدات او رجال او حتى من الاسره، ناس ما كانوش ينفعهم ان هم يكونوا مقربين عليك خالص، ولكن للاسف الظروف كانت ضغط عليك ان انت لازم تقعد وتتواجد معاهم، وانت عارف كل واحد على ايه وبتدي كل واحد لونه، ولكن العمليه زادت شويه، يعني مبقتش طايق، مبقتش تتحمل، كنت تفوت دلوقتي خلاص بقيت مضغوط، مضغوط مالي، مضغوط عملي، مضغوط عاطفي، الضغوط دي كلها اثرت عليك يا جدي، قلت خلاص انا خط احمر، ما عدتش قادر لا اقاوم كده، وعامل زي اللي بتحارب في كام اتجاه، بتحارب في كذا ترخينة عشان تحافظ على نفسك وعلى بيتك وعلى اسرتك، ولكن للاسف الناس اللي ما عندهاش ضمير، الناس اللي مش سايباك في حالك، الناس اللي كلوا عيشك وملحك وخانوك وغدروك، هم اللي مقصرين عليك بالكلام، هم اللي بيسيئوا اليك بالكلام، وهم اللي بيفتحوا لك المشاكل، وهم اللي خربوا بيتك. خلي بالك يا برج الجدي، ما تدخلش حد في شؤونك، صح انت اللي عملته، صح اللي عمل خط احمر لحياته وعدم الدخول فيها، صح اكمل وكمل المسيره، حتى لو كانوا اخواتك هم اللي بتدخلوا في حياتك. برج الجدي انت مريت بظروف صعبه جدا جدا، ما لقيتش حد جنب منك، وللاسف الناس اللي وجعت ان هم المقربين اللي عملوا فيك كده، اللي وجع قلبك وقلبك مقسوم نصين ومش قادر يستشفى، ان الطعنه جت من القريب وما جاتش من الغريب. الغريب حن عليك، ولكن القريب طعن وقطع من لحمك كده بسكين، ما سابكش، يعني ما سابكش في حالك، يعني زي ما بقول لك انت بيك هم ولا زيده، يعني انت فيك هموم الدنيا وكمان جاي يزيدك، دايما يقول لك ما فيش، ما معيش، محتاج، ده عمل، ده ترك، يعني انت خلاص ربنا اللي عالم بيك، ولكن احنا بنقول لك ان بعد العسر يسر، مش احنا اللي بنقول ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، انت صبرت وعندك انفراجه قويه، عندكم رجوع منفصلين، عندك رجوع باعتذار، عندكم فرحه مرتقبه، عندك خبر صار بيطلعك من الضيق لاوسع الطريق، عندك طريق سفر اعقدها وتوكل على الله وبلاش التردد، عندك عروض قويه ولكن انت متردد فيها يا برج الجدي، ممكن يكون عرض عمل، ممكن يكون قرض، ممكن يكون شراكه، وممكن يكون عقد بره يعني للخارج، فانت عندك تردد، ما تترددش يا برج الجدي، لان اللي جاي لك خير، واسمع حاسك الداخلي، ما تسمعش لحد اللي بيعرقلوك ووقفوا لك مراكبك السايره، لا ارمي ورا ظهرك، لان في ناس اعداء النجاح واعدائك هم نفسهم، ونفسهم يشوفوك ممحي من على وش الارض كده، لكن ربنا ينصرك بمشيئه الرحمن. برج الجدي انا شايفه لك طاقات كتير حول منك، شايفه لك هنا بسم الله ما شاء الله، شايفه عندك الجدي للجدي، وشايفه كمان عندك الدلو، وشايفه عندك الميزان، وشايفه عندك الاسد، وشايفه عندك العذراء، كمان شايفه لك الجوزاء، والله اكبر عليكم، شايفه لكم هنا القوس، عقرب، حوت، الله اكبر عليك يا برج الجدي، كل دول طاقات حوالين منك، لان انت انسان جدي عملي، بتحب الشراكه، بتحب الاعمال، بتحب الانطلاقه، وانت فعلا عندك انطلاقه وبدايه جديده مشيئه الرحمن، وقول يا رب لان النصر من حليفكم، والسلام عليكم ورحمه الله.